للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس واتش من الدار البيضاء. أهلا بك سيد بن شمسي. إذن هذا التقرير لهيومان رايتس واتش أثار عدة نقاط، ولكن لنبدأ من أبرزها وهو الحديث عن أخذ روسيا لأطفال أوكران من الأيتام والمطالبة بأن تكون هي أولوية دولية لإعادتهم. هل ذلك ممكن؟ نتمنى أن يكون ذلك ممكن، لكن فقط لتدقيق، هؤلاء ليسوا أيتام بالضرورة، لأن هؤلاء البيوت ليسوا ديور يعني الأيتام، بل هي ما يسمى بمؤسسات سكنية، وهذا إرث من الزمان السوفيتي، حيث يعني تستقبل هذه المؤسسات أطفال من عائلات لديهم حاجات، يعني عائلات فقيرة أو أطفال ذوي عوائق لا تتمكن عائلاتهم من التكلف بهم، فيضع في هذه المؤسسات، وهذا أمر سيء كما يعني أبرز عنه خبراء من الأمم المتحدة أصلا. فقط للتدقيق، هؤلاء ليسوا أيتام بالضرورة، بل هما أطفال في مؤسسات أنشأتها الدولة الأوكرانية. عندما اندلع الحرب يعني وغزت روسيا مناطق من أوكرانيا، تم إجلاء العديد من هؤلاء الأطفال إلى مناطق مختلفة سواء داخل أوكرانيا أو خارجها، ومنهم عدد من الأطفال يعني أخذتهم روسيا وذهبوا سواء إلى مناطق أوكرانية تحت يعني إشراف السيطرة روسيا أو إلى الروسية. روسيا في حد ذاتها. طيب نعم، تحت السيطرة الروسية أو إلى روسيا في حد ذاتها. طيب وبالتالي يعني هذه الإضافة هي تزيد الطين بلة كما يقال، بأنه لا نتحدث فقط عن أيتام وإنما أطفالهم ذويهم موجودين على قيد الحياة. أعود لسؤالي الأول، نعم. هل ذلك ممكن؟ هل بالإمكان بعد أن ذهب آلاف الأطفال إلى روسيا؟ لا يعرف مصيرهم، لا يعرف أين هم، هل فعلا بالإمكان إعادتهم؟ هذا ما نطالب به، لأن روسيا سمحت لبعض الآباء الأوكرانيين باستعادة أطفالهم، لكن الأمر شاق ومكلف جدا، لأن الآباء يعني يسافرون في روسيا وهم أوكرانيين في زمن الحرب، يعني الوضع غير آمن تماما، وبطريقة عامة روسيا لا تشارك المعلومات أبدا عن وضعية هؤلاء الأطفال وعن مدى إمكانية آبائهم وذويهم من الوصول إليهم. ف يعني هذا نعتبره بكل ببسيط العبارة جريمة حرب، لأن عندما تنقل الأطفال من بلد إلى بلد آخر قسرا في زمن حرب، وكذلك غيرت روسيا قوانينها لكي تمكن منح هؤلاء الأطفال الجنسية الروسية ووضعهم في أسر روسية، فكل هذه الأفعال نعتبره نحن بكل بساطة جريمة حرب، وطبعا نحث روسيا إلى الوقوف الفوري من هذه المعاملات، ونحث المنظومة الدولية إلى الضغط على روسيا لتسهيل عودة هؤلاء الأطفال إلى ذويهم. نقاط أخرى أثيرت أيضا هي لها علاقة أيضا بأوكرانيا ونظام رعايتها للأطفال الذي انتقدته المنظمة على اعتبار بأنه لسنوات كان هناك مطالبات بالتحسين. اشرح لنا أكثر. هؤلاء تلك المؤسسات لا تتوفر على إمكانيات كافية للرعاية بالأطفال، فيعني سواء حسب خبراء من الأمم المتحدة أو حسبنا نحن في هيومان رايتس واتش، أدت أبحاثنا إلى النتيجة أن من الأحسن أن يكون هؤلاء الأطفال ضمن ذويهم، وأن توفر الدولة الأوكرانية مساعدات ورعاية اجتماعية مباشرة إلى ذويهم، عوض أن تعيلهم في تلك المؤسسات التي هي ليست يعني كافية لتوفير الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها تلك الأطفال. وما يزيد الطين بلة أن كل هذا يقع والحرب مندلعة، إذا يعني الإمكانيات أقل حتى عما كانت به الحال قبل اندلاع الحرب. فنحن نوصي أوكرانيا إلى يعني توفير كل ما كانت توفره لتلك المؤسسات، توفره مباشرة للعائلات، وكذلك نوصي الدول المانحة لكي تمنح المزيد من الإمكانيات للدولة الأوكرانية لكي تواجه تلك صوب عائلات هؤلاء الأطفال لتوفير الرعاية الخاصة بهم، نعم. خاصة ذوي الإعاقات منهم الذي يقدر أنهم نصف هؤلاء الأطفال. نعم، شكرا لك على هذه المشاركة معنا أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس واتش، كنت معنا من الدار البيضاء. شكرا.